السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعف العباد ببرشام توتوكات. دي كانت ورقة كنت عاملها بأكتر الأوامر اللي احنا بنستخدمها، واللي هي مش محفوظة، يعني مش حاطط كوبي وكات وموف والحاجات ديت، لا الأوامر اللي هي بنستخدمها كتير بس بتتنسي، زي اي اكستريم، زي ان كوبي، زي كيو كيو، زي اس اس اكس، والحاجات مثلا زي ايه العلامه اللي انا ممكن اكتبها بحيث ترسم لي مثلا الشكل دوت، او ترسم لي ربع ونص وثلاث ارباع والحاجات ديت. فالحاجات اللي هي كانت ممكن تتنسي فكنت مجمعها كده زي برشام بحيث ان الواحد يفتكرها، زي مثلا مقاس الورق، مثلا التحويلات، الاكس ار بايند، دي حاجه اسمها يعني زي برشامه كده صغيره تفكرك بالحاجات ديت. تمام، اغلب الاوامر اللي انت بتستخدمها بس ممكن تنساها كل شويه تسال صاحبك عليها، فمثلا ام انسرت، زي وايب اوت، زي كوبي هوست، اوامر فعلا لو اتقنتها بتلاقي حاجه كويسه جدا. ودي مثلا تكست سايز، ارتفاع كتابات، في 1 لـ10، 1 لـ20، 1 لـ30، 1 لـ400، 1 لـ500، وهكذا. الموديل سبيس هتبقى نكبر قد ايه ونصغر قد ايه بحيث يطلع المقاس مظبوط. تمام، فاتمنى ان شاء الله تستفادوا منها باذن الله. وهنا اهم المتغيرات في برنامج الاوتوكاد. تمام، الحاجات دي بستخدمها كتير بتسهل الشغل، يعني مثلا في اختصار معين، فايل مود مثلا بيطبق التظليل ولا متطبقهوش، شغل بكرة الماوس ولا لأ، يعني الحاجات دي مش مجرد باخد كوبي بيست، لا ده دي فعلا الأوامر اللي انا كنت بشتغل بيها وكانت بتفيدني كتير جدا. تمام، زي مثلا ديت تظهر كان الاوبجكت بتاع الاول ايه ولا لا ساعات لما جت طبع. اتمنى ان شاء الله انها تفكوا، وان شاء الله احط لكم الرابط اسفل الفيديو.